حكم التصبح، حديث التصبح بسبع تمرات ثابت صحيح، وقد ورد في بعض الطرق مقيدا، ورد في بعض الطرق مطلقا، ورد مقيدا في بعض الطرق ومطلقا في طرق أخرى، أعني مقيدا بتمر من تصبح سبع تمرات عجوة من عجوة العالية، قيد بعجوة العالية في المدينة، وأطلق من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، وروايتان صحيحتان.